قال المستشار احمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئه الوطنيه للانتخابات ورئيس غرفه العمليات المركزيه لمتابعه تصويت المصريين بالداخل قال ان الاقبال علي اللجان الانتخابيه أمر فاق كل التوقعات وأكد المستشار أحمد بنداري أن هناك إقبالا على الاستعلام عن يعني اللجان الانتخابية لعدد كبير من المواطنين بفارق كبير عن الأعوام الماضية موضحا أن خمسة ملايين مواطن استعملوا عن لجانهم الانتخابية الرئاسية على موقع الإلكتروني الخاص بالهيئة الوطنية فيما استعلم خمسمائة ألف عبر الرسائل النصية وخمسمائة ألف آخر عبر البريد وفي في بيان لها اشارت الهيئه الى انها دفعت بقضاه احتياطيين لتسريع وتيره عمليات التصويت حرصا منها على التيسير على الناخبين